أن أزف إليكم التهاني والتبريكات بمواكبة هذه المناسبة الغالية الدينية الروحية علينا، مناسبتين عزيزتين على أمتنا اليمنية، وهي ذكرى 26 من سبتمبر. وباسمكم جميعا أرحب بالآباء الكرام والإخوة الأعزاء الذين شاركونا هذا الإفطار الرمضاني في هذا المكان على ضفة النيل الرائع، ليشهدوا أبناءهم الذين ابتعثتهم اليمن ليكونوا بذورا للتنوير، وليكونوا بسمة في مستقبل اليمن المشرق المبني على الثقافة والعلم، المبنية على الوعي، المبنية على النهضة العصرية الحديثة، على أسس علمية حديثة مفيدة. اسمحوا لي أبنائي وبناتي أن أدعوكم في هذه المناسبة وأنتم تحتشدون في هذا المكان إلى مزيد من التحصيل العلمي وإلى الجد والمثابرة. لا يرتقي وطن إلى أوجلعنا ما لم يكن بانوه من أبنائه. وبالعلم تبلغ الأمم مجدها، وبالعلم يمحى الفقر، وبالعلم تشرق شمس الحضارة والمستقبل على أي أمة من الأمم. هنا في عالمنا اليوم المعاصر أقطارا نضرب بها المثل، لا تملك من الثروة مالا ولا نفطا، وليست أرضا تنتج زراعة ولا تصدرها. وأضرب لكم مثلا على ذلك من ماليزيا، الدولة التي نسبة البضارة فيها صفر. كم تصدر من النفط أو من القمح؟ لا شيء. إن ثروتها الحقيقية هو العلم، وبالعلم صارت من أغنى دول العالم وأكثرهم حضارة وأوسعهم ثقافة وأفضلهم ديمقراطية ووعيا. وبكم وعلى كواهلكم نعلق الآمال المشرقة ليمن الغد، ليمن المستقبل، ليمن الحضارة. وإننا لنزهو معتزين بما توصلت إليه علاقة جمهوريتنا الحبيبة في اليمن الحبيب مع جمهوريتنا الحبيبة في مصر العربية، من علاقة ودية حميمة. وفي عصرها الذهبي تعيش كل ذلك لخدمة البلدين العربيين الشقيقين، ولخدمتكم ولخدمة إخوانكم الذين سيكونكم في مقاعدكم العلمية. إننا لنحمد الله ونشكره أن يكون لنا من وطننا الحبيب اليمن، في وطننا الحبيب مصر، هذا الجمهور الكبير، هؤلاء الآلاف الغفيرة من الطلبة والطالبات يتلقون العلم في صروح علمية مشيدة بالمجد والحضارة والثقافة. وإنه لسبق وفخر أن يكون أبناء اليمن من أكثر البعثات التعليمية في جمهورية مصر العربية. إن ذلك يعكس أواصر الحب والمودة وحسن الإخاء وحسن العلاقة وأواصر الإخاء بين الشعبين الشقيقين وبين البلدين، لتشابههما في حضارة تليدة خالدة يبلى الزمن ولا تبلى. إننا أيها الأبناء وأيتها البنات وأيها البنات وأيها الإخوة والأخوات والحاضرون جميعا، لنهنئكم ونبارك لكم بهذا التلاحم وهذا التآزر وهذه المودة. وأدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من العون والتوفيق. وأشكر الإخوة الذين شاركونا هذا اللقاء من رجال الإعلام والصحافة وأصحاب المعالي والسعادة والفنانين. إنها لفرحة تغبر الجميع أن يلتقي الآباء بأبنائهم، وأن يلتقي الأحباب والإخوان بأحبابهم وإخوانهم. أشكركم من كل قلبي وأرحب بكم على الدوام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.